مين فينا ما بيحلمش باليوم ده؟ لكن الأهم من اليوم هو اختيار الشخص المناسب، وانتي بتختاري حاولي تبعدي عن كل الشخصيات دي بتاع البنات ده، بقى هتطلع روحك معاه. ضعيف الشخصية ده بقى مش محتاجة اتكلم عنه. الاستغلالي، لا ده تبعدي عنه خالص. البخيل، ده بقى ما ينفعش خالص. الخلاصة، وانتي بتختاري اختاري الشخص اللي عنده دين، اللي يصونك ويراعي ربنا فيكي، اللي يحبك ويحب نجاحك، المتربي ومن عيلة كريمة. اليوم ما تمرضي اول واحد يقف جنبك. مش هقولك الفلوس مش مهمة، لا مهمة جدا، بس ما تخليهاش اول اولوياتك. اختاري اللي يعلي منك قدام الناس ما يقللش منك. خدي وقتك واختاري صح، ولما تلاقيه ما تنسيش تعزميني على الفرح.